تفتكر مبارك بعد ما خد حكم براءة النهارده هيشتغل ايه؟ مش عارف، اكيد ممكن يشتغل راجل اعمال، ايه المشكله؟ ده راجل مواطن عادي معلوش حاجه، اشتغل راجل اعمال ايه المشكله يعني؟ طب ما ينفعش تقريبا يخش مجال السياسه معلوش حاجه يا باشا، ده راجل خد براءه يا باشا، يشتغل اي حاجه هو عايزها. بس تفتكر مبارك بعد ما خد حكم براءة النهارده هيشتغل ايه؟ والله مش عارف، هو مش هيقدر يشتغل طبعا لانه هو سنا اولا، وثانيا ممكن يبقى مستشار، يستشيروا بعض الحاجات. مبارك بعد ما خد براءة النهارده ممكن يشتغل ايه؟ ممكن يشتغل ايه؟ يعني هيشتغل ايه بعد ما قتل الشعب بحاله؟ هو مش هيشتغل. يعني هو كده ما ينفعش يعمل اي حاجه. تفتكر مبارك بعد ما خد حكم البراءة النهارده هيشتغل ايه؟ اشتغل ايه؟ تفتكر ممكن يشتغل ايه؟ مش عارف والله. افتكر ان مبارك هيعمل ايه يعني؟ ربنا يكون في عونه، الشعب ظالم. مبارك بعد ما خد حكم البراءة النهارده ممكن يشتغل ايه؟ هو خد مبارك حكم البراءة، الله يبارك له، الله يبارك له، حسبي الله ونعم الوكيل في البلد. اقول لك ايه بس، تفتكر ممكن يشتغل ايه؟ يشتغل رئيس جمهورية، هيطالب بالحكم تاني، ده اكتر حاجة هيعملها يعني. هيشتغل من الباطن اكيد يعني، لكن هيشتغل ايه بالظبط دي مش معروف، لانه اكيد مش هيسكت يعني. تفتكر مبارك بعد ما خد حكم البراءة النهارده ممكن يشتغل ايه؟ الله اعلم هيشتغل ايه يعني. تفتكر مبارك النهارده بعد ما خد حكم البراءة ممكن يشتغل ايه؟ هو خد براءة النهارده؟ اشتغل ينام في البيت احسن، كفاية كده خالص. تفتكر مبارك النهارده بعد ما خد حكم براءة ممكن يشتغل ايه؟ ممكن تبطل تسأل أسئلة بتودي في داهية. لا مش توديش في داهية ولا حاجة. لا 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 خالص. هو ممكن يشتغل ايه بعد ما خد براءة؟ هو ما ينفعش يشتغل رئيس جمهورية، ده أقل منصب بالنسبة له، غير كده ما ينفعش يشتغل. تفتكر مبارك النهارده بعد ما خد حكم البراءة ممكن يشتغل ايه؟ والله تحت امر، والله ما انا ماليش في الدور يعني، معلش يعني. ممكن تسال يعني واحد هنا من وسط البلد، افضل الرئيس. السلام عليكم. تفتكر النهارده مبارك بعد ما خد حكم البراءه ممكن يشتغل ايه؟ يشتغل ايه؟ هو الراجل كفايه عليه اول خدمته 36 سنه في الدوله، يقعد بقى يرتاح كده ويتجه الى الله، والمحاسب هو الله سبحانه وتعالى، وربنا يغفر له ويغفر لنا ان شاء الله. تفتكر النهارده بعد ما مبارك خد حكم البراءه ممكن يشتغل ايه؟ متهيألي هيرجع تاني. يرجع فين؟ متهيألي يرجع رئيس جمهوريه تاني. متهيألي. انت شايفاه ممكن يشتغل ايه؟ لا يقعد في البيت بقى. تفتكر حضرتك النهارده بعد ما مبارك خد حكم البراءه ممكن يشتغل ايه؟ يريح في المستشفى بقى، كفايه عليه كده، كفايه عليه 30 سنه ضيع 30 ايه؟ طلع ثلاث اجيال زي الزفت يعني. ده عايزين نهتم بالشاب المصري والانسان المصري، التجريف اللي حصل للبني ادم المصري هي دي مأساة البلد، مش مأساتنا مبارك ولا السيسي ولا مرسي ولا اي حد منهم، مأساتنا شبابنا اللي ضاعوا.